بن الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. اليوم كما قلت فرصة كبيرة وحدث تاريخي اليوم ديال الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اللي الجمعية تعقد فيه واحد المؤتمر الوطني ديال الأول اللي غيكون طبعا الغرض ديالنا بهذا المؤتمر هذا هو إعادة البناء وكذلك هيكلة الفروع على المستوى الوطني. غتكون إن شاء الله في الجلسة الافتتاحية الأولى واحد ندوة اللي غيحضروا فيها طبعا واحد العدد ديال الخبراء الماليين والاقتصاديين. هاد الخبراء طبعا غادي يقربوا الصورة لما يقع لهذا القطاع من إكراهات ومن مشاكل. السادة الحضور اللي طبعا غيكونوا حاضرين معنا واحد العدد ديال البرلمانيين وحاضرين كذلك عدد من رؤساء الغرف المهنية وكذلك عدد من المسؤولين ديال الإدارة العمومية اللي غادي يقربوهم طبعا في الصورة للمشاكل الحقيقية اللي تعيشها القطاع ديال المقاهي والمطاعم. اللقاء ولا الجلسة الافتتاحية الثانية اللي غتكون كذلك من بعد هذه الندوة اللي غتكون هي الجلسة العامة للمؤتمر اللي غيكون فيها التقرير الأدبي والتقرير كذلك المالي ديال الجمعية، وهو غتكون مناسبة طبعا لإعادة النقاش في البناء ولعملية البناء ديال الجمعية الوطنية، وكذلك اللي قلنا في الشعار هو المستقبل ديال القطاع ديال المقاهي والمطاعم هو رهين بتقوية هاد الجمعية الوطنية. كذلك غيكون فرصة كذلك اللي غادي نقدموا فيها للحضور كاملين المنسقين الجهويين على المستوى الوطني اللي طبعا ينتدبهم المجلس الوطني ديال الجمعيه الوطنيه باش يكونوا خلاص باش يعرفوا كاع المهنيين انهم المسؤولين ديال الجمعيه الوطنيه على مستوى الجهه، وغيكونوا مكلفين طبعا بالعمليه ديال اعاده التاسيس لانه كان مستجد في الجمعيه الوطنيه هو انه تم الاضافه ديال الوحدات السياحيه بالمغرب. طبعا غادي يكون حل جميع الفروع على المستوى الوطني وغيكون اعاده الهيكله ديالهم وفق القانون الاساسي اللي غنصدقوا عليه ان شاء الله في هذا المؤتمر الوطني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدبر ابراهيم عضو مكتب الوطني الجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحيه بالمغرب. اليوم كيف ما عشتوا معنا وكيف ما شفتوا انطلاق الاشغال ديال المؤتمر الوطني الاول للجمعيه الوطنيه لارباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحيه بالمغرب. هذا المؤتمر وهو انطلاقة أو ولادة جديدة للجمعية، رغم أن الجمعية ماشي يلا غادي تأسس ولا يلا غادي تكون، لها وجود ديالها في الساحة ولها العمل ديالها اللي قامت به، العمل النضالي أو العمل الاجتماعي اللي قامت به الجمعية الوطنية، ولكن اليوم وهو انطلاقة لتصحيح المسار التنظيمي من أجل توسيع الجمعية على الصعيد الوطني وعلى صعيد التراب الوطني بهياكلها وفروعها، ومن أجل الوقوف على ما هو أساسي وهو تصحيح المضامين أو مكامن القانونية التي تعيشها هذه المهنة أو هذا القطاع. القطاع ديالنا تعيش إكراهات كثيرة اللي هي لا تعد ولا تحصى، لا في الجانب الجبائي ولا في الجانب الضريبي ولا في الغلاء الأسعار اللي تتعيشها البلاد ديالنا اليوم، وكذلك في صندوق الضمان الاجتماعي اللي كاين الارتباط ديالو بما هو ضريبي. واليوم جينا باش نصحوا المسار ديال هذا القطاع وكذلك واصلاح وتعديل الترسانه القانونيه والقوانين الغير قابله للتنزيل. اليوم حنا ما جيناش باش نديروا هذا المؤتمر اشعاعا او ان الجمعيه الوطنيه انها توجد في مكانها، ولكن وجودها وهو العمل التي ستقوم به مستقبلا ان شاء الله. وكذلك ان القطاع كيف ما كتشوفوا وهو مساهم اساسي في المنظومه الاقتصاديه والحمايه الاجتماعيه اللي تيشغل ما يعدل 2.5 مليون اجير هدف المباشر، وهناك اجراء اللي تيشتغلوا مع هذا القطاع، وهناك
وحدات اللي تشتغل مع هذا القطاع، وهناك الناس بسطاء اللي تشتغلوا مع هذا القطاع. قطاع عجلة اقتصادية مهمة يجب المحافظة عليها وإعطائها ما تستحق من اهتمام وتعطيها المكانة ديالها داخل الوحدات اللي كاينة في البلاد. ونتمنوا أن تكون أذن صاغية وتفتحوا لنا البيبان ديال المؤسسات. السلام عليكم، معكم الممثل التجاري ديال الشركة ديال سونترالي. الشركة ديال سونترالي اللي شاركت اليوم في المؤتمر الوطني للمقاهي والمطاعم، الهدف الأساسي هو الاندماج في هذه المنظومة هذه من أجل تطوير المنتوجات ديالنا والرقي بهذه المنتوجات من أجل إرضاء المستهلك. اليوم كنخدموا جميع من أجل الحصول على منتوج بجودة عالية، وهذا كيدخل ضمن استراتيجية المملكة من أجل تقليص واردة المملكة من هذه المنتوجات والاعتماد على شركات مغربية بسواعد مغربية وبكفاءات مغربية. رشيد شخمان، مدير فرعية القنيطرة لأمانة التمويل الأصغر. بالنسبة لمؤسسة الأمانة، هي مؤسسة للتمويل الأصغر، الهدف ديالها هو الإدماج المالي للفئات المحرومة من الخدمات المالية الكلاسيكية، بمعنى أن تقدم قروض كتراوح ما بين كتوصل حتى ل 150 ألف درهم من بعد التعديلات القانونية الأخيرة. أيضا كتقدم خدمات ديال التحويل المالي، ديال الخدمات المالية بصفة عامة الأخيرة، زائد خدمات المواكبة وديال المساعده في التسويق من خلال المساهمه في الاهداف في غران زيفينمون المعارض الى اخره، وتنظيم بعض معارض الزبناء ديالها الى اخره. دونك هذا بصفه عامه هو هذه الخدمات كتقدم مؤسسه الامانه للزبناء ديالها. في نهايه السنه السابقه وصلنا ل 330 الف قرض نشيط، وعلى مدى تاريخها نحن اكثر من 6 مليون قرض للمقاولات الصغرى والصغيره جدا والانشطه المدره للدخل ليزاجير. بغيت ممثل شركه ايطالي كافي، جينا لهذا المؤتمر الوطني الجمعيات اللي نظمت جمعيه ارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. كنشكرها من هذا المنبر لان كيديروا واحد المجهود كبير وعطتنا الفرصه اننا نستضيفوا الزبائن ديال المقاهي والمغرب كاملين هنايا، والحمد لله جاوا وشافوا البرودوي ديالنا، شافوا القهوه ديالنا امبورتي ايطالي كافي، كنستعملوها مع لي غرون كونط مع القهاوي الكبار وداك الشيء. الناس ذاقوا القهوه عجبتهم لا كاليتي، عجبهم السيرفيس، عجبهم كل شيء، والحمد لله لقينا واحد ارتسامات زوينه من عند الزبائن. هذا هو الربح. لي بوينت فونت عندنا الرباط، عندنا كازا، عندنا مراكش، قنيطره، ان شاء الله غادي نتوسعوا ان شاء الله، ولكن الحمد لله غادي كاين بزاف كاع، كاين بالنسبه للجوده والثمن مناسب والجوده والسيرفيس ابري فون تبارك الله الحمد لله لقينا اقبال مزيان. يجي عندنا مرحبا، هذا التليفون ديالنا، العنوان ايطالي كافي، جوجل ايطالي كافي، لقى العنوان لقى كل شيء، يجي عندنا مرحبا به. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.